فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقاس على حكمة تحريم أواني الذهب والفضة ألا يسكن المرء في مسكن فخم أو يركب مركبا فخما لأن في ذلك كسر لقلوب الفقراء؟ لا، التحريم ما يحرم، هذا مباح، لكن قد يكون مكروها إذا جر إلى الكبر والافتخار، يكون مكروه فقط. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.